أهلا معاكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد أسبوعيا وبرنامجكم برنامج أوراق اقتصادية. في هذا الأسبوع نفتح ملف الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. الحقيقة أن الدولة وضعت استراتيجية ربما قصيرة ومتوسطة المدى لعمل شراكة مع القطاع الخاص، وأيضا لتبني برنامج طروحات لشركات القطاع الخاص من خلال البورصة. هذه الاستراتيجية من شأنها تنشيط العملية الاقتصادية بشكل عام، وبالتأكيد إدخال العديد من أوجه التطوير التكنولوجي أو التقنيات الحديثة وتوطين الصناعات. لكن هذه الاستراتيجية الحقيقة أوجدت تساؤلات عديدة حول قدرة هذا البرنامج وهذا النهج على جذب استثمارات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الأجنبي. أيضا تساؤلات حول إلى أي مدى قدرة هذه الاستراتيجية على تكوين تحالفات جديدة وشراكات جديدة مع القطاع الخاص، أو حتى إنشاء شراكات وتحالفات مثيلة في عملية الإدارة وعمليات التشغيل. أيضا هناك تساؤلات حول مدى قدرة هذه الشراكات على تحقيق الأهداف التنموية في خطة التنمية المستدامة سواء القريبة قصيرة المدى أو بعيدة المدى. تساؤلات متعددة كلها سنتعرف عليها من خلال حلقة اليوم. ويسعدني أن يكون معي في الاستوديو اليوم، نبدأ من جهة اليمين، دكتور عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك فندم. وايضا معي المهندس عبد الله الغزالي عضو مجلس اداره اتحاد جمعيات المستثمرين المصريين. انا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بيك يا فندم محمد بيه. طيب دكتور عادل، نبتدي الكلام ان هناك بالفعل الاتجاهين اللي اتجهتهم الدوله سواء الشراكه مع القطاع الخاص او برنامج الطروحات الطموح لشركات القطاع العام. الحقيقة الكثير من الخبراء والمتابعين شايفين ان مثل هذه الاستراتيجية ليس من شأنها فقط دعم وتنمية الاقتصاد، وانما ايضا هناك ابعاد واضافات جديدة قد تحققها هذه الاستراتيجية من توسيع فكرة او الهدف توسيع قاعدة الملكية. كيف ترى هذا الامر؟ الحقيقة هم الاتجاهين سواء الشراكة مع قطاع خاص او عملية طروحات لشركات حكومية في البورصة المصرية لابد أن يسيروا بشكل أنا أرى لابد أن يكون متسارع بشكل أفضل مما يتم حاليا. لكن في بعض الحالات منها يمكن مجموعة الفنادق السبع اللي تمت في الفترة الأخيرة مع أحد المستثمرين المصريين، كان من أهم في نظري من أهم ما قيل في كلمة المستثمر المصري أنه استحواذ على 39% مع إعطاء كامل حق الإدارة في هذا. لأن أنا في رأيي الشخصي أن الحكومة لا تجيد الإدارة، أي حكومة ليس الحكومة المصرية، أي حكومة لا تجيد الإدارة، فإعطاء الإدارة كاملة مع 39% لقطاع خاص متخصص ده أنا شايفه أنه بداية نجاح. وبعض اللي بيتحدثوا عن بيتغنوا بيع البلد أو ما إلى ذلك، أنا ننتظر النتيجة، والنتيجة تقريبا إن شاء الله معروفة، نتيجة نجاح هذا القطاع. لأن بعد فترة المفروض ان هيستحوذ على 51% من هذه المجموعة، اعتقد 49% اللي هتكون متبقية للدولة المصرية هتدر عائد اضعاف ما كان يدره حين كانت المجموعة بالكامل فائدة مصرية، انما مع بعض التحفظات في حالات اخرى مثيلة، مع بعض التحفظات احنا بنشوف ان اي عملية استحواذ او عروض استحواذ بيكون فيها ملف فني وملف مالي. الملف الفني هام جدا في الموضوع ده، ان يكون المستحوذ او الشريك القطاع الخاص متخصص، ان يكون في شروط لضخ استثمارات ماليه، ان يكون في توطين للتكنولوجيا، ما نفضلش على طول البلد والمشاريع بتستورد التكنولوجيا جاهزه باضعاف سعرها وبعد كده ده في حاله ما يكون المستثمر او الشريك اجنبي. بالظبط كده طبعا توطين التكنولوجيا، وحتى مع المستثمر المصري، لان ما قيل ان برضو المجموعه اللي استحوذت على 39% هتستمر ل 51% برضو معاها شركاء اجانب، فلابد من ضخ استثمارات. ضخ استثمارات ده شيء هام جدا، لابد من عمليه توطين التكنولوجيا، وطبعا عمليه التشغيل و
المساعدة كمان في تخفيض البطالة. دي عناصر مهمة جدا لابد أن تكون في ملف الاتفاق. تمام باشمهندس، التوسيع قاعدة الملكية من المتوقع في رأي الخبراء أنه هيخلق تحالفات ومنظومات متعددة أيضا نظيرة للجهات اللي هي الحكومة أو الجهات الرسمية. يعني كيف ترى تأثير هذه التحالفات المستجدة اللي ممكن تدخل على العملية الاقتصادية وتأثيراتها؟ النهارده حضرتك لما تبص للتحالفات دي، التواجد او التحالف مش وحش. النهارده شركات صغيره، شركات متوسطه بتتحالف في منتج اكبر او في شركه كبيره، تقدر تاخد المشروع ده بدل ما واحد ياخده، ياخده 10 او 12 او 10 او اي عدد ما. فبالتالي التحالفات بتخدم اي مشروع دي، لان بيحطوا افكار. ايوه لسه حاسس على الاضافات اللي ممكن تقدمها دي. النهارده كل واحد من التحالفات دول مش داخل عشان يحط فلوس ويمشي، لا ده داخل عشان يحط فكر، عشان يحط اداره، عشان يحط لمسه في حاجه معينه. معانا النهارده والميزه في التحالفات ايه؟ ان مجموعه التحالفات هيبقى واحد فني، واحد اداري، واحد بورصه، واحد، فكل واحد من الناس دي فاهم هو بيعمل ايه وداخل يشتغل ازاي. فالتحالفات بتخدم المشروع، بتشكل اضافه، بتشكل معينه، بتشكل اضافه اكيد طبعا. الحاجه الثانيه النهارده كما قال الدكتور عادل، ان النهارده الشراكه في المشاريع مهمه جدا. ليه؟ لان القطاع الخاص النهارده هو الوحيد اللي يقدر يدير اي مشروع، بان صاحب المال احرص عليه. وفي نفس الوقت كمان انا كصاحب مال ممكن ما اروحش بيتي، اقعد او بعد الساعه 4 مواعيد العمل بتاعتي اقعد في بيتنا خلاص وانتهى، ولما يجي بكره الصبح الساعه 8 ابقى افكر في العمل. ما بشتغلش موظف يعني، ما بشتغلش موظف يعني، انا بشتغل عمل ده روتيني يعني. بالظبط، بشتغل 24 ساعه لخدمه المشروع. اطلع من المصنع، اطلع اعمل مقابلات بالليل، اعمل ميتنج، اعمل اعداد، انزل تاني افكر بالليل اعمل ايه، ايه الجديد اللي هضيفه بكره، الناس اللي ما جاتش هتيجي ازاي، الناس دي عاوزه ايه، طلبات الناس ايه، ايه المنتج اللي احدث النهارده، بواكب العصر ولا لا. النهارده ده في منتج نزل مثيل للمنتج بتاعي في دولة ما، مش عارف اودي الدولة دي بسببه، هدور ابحث، هجيب تكنولوجيا، هجيب ناس، هفكر ان انا اعمل حاجة. النهارده القطاع العام في الدولة او القطاع الخاص العام المخصص بيعمل ايه؟ اكتر القطاعات العام النهارده من مدير عام لاقل شغله من 8 ل 4 يقول لك انا بقى في الملف، بروح انا في بيتي ما اعرفش حاجة عن شغلي، لما اجي تاني يوم الصبح ربنا يفرجها ان شاء الله. فطبعا مش هو ده اللي هيدي انتاجيه، ومش هو دفع للاقتصاد. دي حاجه تانية عندنا اكبر واهم من كده. انت النهارده مستورد تكنولوجيا او تجيب مستثمر اجنبي ومعاه 10، انت فرض، انت اصلا كدوله فرض عليه 10% بحد اقصى 20% اجانب، والباقي كله مصريين. صحيح. طب انت ايه اللي مزعلك في كده؟ انت مشغل عماله مصريه باكبر قدر، بترفع البطاله في بلدك باكبر قدر. طب النهارده انت ناقصك ضخ مال وتكنولوجيا زي ما قال الدكتور عادل، توطين التكنولوجيا. انا النهارده بجيب تكنولوجيا، مش عاوز بقى اعمل زي زمان اجيب تكنولوجيا واحطها في الرف، واول ما يمشي بتاع التكنولوجيا انا ما عنديش حد غيره. المصنع كله يقف عشان الخبير الصيني يجي او الخبير الايطالي يجي. يعني التوطين يبقى اكتساب. انا عندي النهارده ما شاء الله جامعات متخصصه في التكنولوجيا، جامعات الابتكار، جامعات بتطلع ناس على اعلى مستوى. المفروض استعين بالشباب دي والجامعات دي، ان النهارده كل خبير اجنبي يجي لمعده او لماكينه باور او انتاج او اجيب حط حد معاه، اقول له لو مشي من غير ما تعرف الحاجه دي ايه انت مش موجود معايا بعد كده. فبالتالي هو ده التوطين، وهو ده اصل التوطين. تمام. اما تيجي المنتج النهارده عندي ماتيريال في مصر قد ايه؟ كتير. طب انا النهارده بشغل بستورد من بره، طب ما انا اشوف المنتج اللي عندي ايه؟ اوطن صناعه من خلال الماتيريال دي اهم حاجه. يعني عندك استغل الموارد الموجوده كلها المتاحه، اشتغل منها. تمام. فتشتغل منها ازاي؟ هو عارف المنتج اللي عندك ايه؟ حضرتك النهارده هي كانت بتصدر الخامات دي قبل كده وبتشتغل بالتكنولوجيا بتاعت بره. حضرتك النهارده التكنولوجيا اللي تيجي كان الرخام بيطلع من هنا. صحيح. الواح بيجي مغلف في سوليفان وبيجي ما... طب بتعمل فيه هناك؟ تكنولوجيا بسيطه بس. معده خفيفه. صحيح. بتعمل ورنيش، بتعمل شيء. طب ما جت هنا يبقى انا اصنع هنا. تمام. حاجات كتير جدا بتطلع من مصر وبترجع الى مصر تاني تباع بنفس باعلى باضعاف الاضعاف. يبقى نقدر نقول ان دي عوائد متعدده لعمليه توسيع قاعده الملكيه والشراكه مع المستثمر المحلي او اجنبي. أكيد. طيب دكتور عادل، الشركات اللي هتتم معاها الشراكه او هتتم لها توسيع قاعده ملكيه، او حتى الشركات اللي هتطرح في الاسواق في البورصه، الشركات دي كلها لها نجاحات سابقه، لها اسواق محدده وحصص في الاسواق الخارجيه. هل شايف حضرتك ان عمليه الشراكه مع الدوله
ممكن انها تضيف اسواق جديده ولا تظل على نفس مستوى الاسواق القديمه اللي كانت بتمتلكها الشركات الداخله؟ زي ما ذكرنا يا فندم، اكيد الشراكه مع القطاع الخاص بتضيف في كل الاتجاهات، ولكن لابد من وضع بعض المحاذير في الاتفاقيات زي ما ذكرنا، منها مثلا المكون المحلي في هذه الصناعه لابد ان يكون نسبته، لابد ان يكون فيها زياده تدريجيه. مش ممكن ابدا نعيد التجربه في ان احنا بقالنا 50 سنه تقريبا في صناعه السيارات بنجمع سيارات. دي تجربه اكيد لابد ان نتعلم منها، زياده نسبه المكون المحلي، والقطاع الخاص قادر على كده وقادر على فتح اسواق جديده. عمليه الطرح بقى وعمليه الطرح في البورصه، يعني لابد ان نذكر بعض الارقام عشان نستدل بيها الكلام اللي احنا بنتكلم بيه ويكون المشاهد على علم بيها. يعني على حسب اخر تصريح للاستاذ احمد عبد الرحمن رئيس البورصه، ان الشركات المقيده في البورصه المصريه 242 شركه. الشركات المساهمه المقيده في مصر للمقصه بعد الزام جميع الشركات المساهمه بالحفظ المركزي عددها 18,000 شركه. لابد من العمل تحفيزيا وترويجيا على زياده عدد الشركات المقيده في البورصه المصريه، لان كمان اذا رجعنا لارقام ثانيه، القيمه السوقيه للبورصه المصريه او الشركات المقيده في البورصه المصريه بتمثل 16.9% من اجمالي الناتج المحلي. طيب اذا قارنا ببعض الدول سواء دول غربيه او دول محليه واقليميه، الولايات المتحده الناتج المحلي الاجمالي 22 تريليون دولار، اجمالي قيمه الشركات المقيده في البورصات الامريكيه 40 تريليون دولار، يعني حوالي 190% من اجمالي الناتج المحلي. الصين 12 مليار دولار قيمه سوقيه للشركات والناتج المحلي 15 تريليون. اذا القيمه السوقيه للشركات المقيده في البورصه الصينيه بيمثل حوالي 90%، احنا عندنا 16.9%. طبعا في نماذج اخرى، وفي السعوديه، وان كان السعوديه الرقم النسبي بتاعها بيختلف بشكل كبير، بيقترب من 9 أضعاف بسبب طبعا وجود اكبر شركه في العالم أرامكو مقيده في البورصه السعوديه. فاذا احنا عندنا 16.9% قيمه الشركات، القيمه السوقيه للشركات المقيده في البورصه المصريه من اجمالي الناتج المحلي. احنا امامنا مسافه كبيره جدا نتحرك فيها، وعدد الشركات اللي ذكرته برضو لحضرتك لابد ان نتحرك فيه. طبعا الارقام دي مع اعتبارات اخرى بيبقى لها بعض الدلالات اقتصاديه، منها مثلا ان بالنسبه ذكرنا في الولايات المتحده ده بيعتبر ان القيمه المؤشر في حاله ارتفاع او ما يمكن ان يطلق عليه بالونه ممكن تنفجر في بعض الاحيان. بيبقى بعض المؤشرات زي مثلا عندنا ده انخفاض قيمه العمله المحليه بيؤدي الى انخفاض هذه النسبه. اذا احنا امامنا فرصه جيده جدا زي ما ذكرت لحضرتك، ترويجيا وتحفيزيا، ودول طبعا تحتيهم حاجات كتير جدا، ان احنا نرتفع بهذه النسبه اللي تمثل 16.9% مقارنه بالنسب والارقام اللي ذكرناها، هي نسبه متدنيه جدا. طيب باشمهندس، فكره او استراتيجيه توسيع قاعده الملكيه واللي بدات تطبق بالفعل، يعني الى اي مدى قدره هذه الاستراتيجيه على جذب استثمارات اجنبيه؟ ما هو النهارده لو اتكلمنا في استراتيجيه جذب، احنا عاوزين نقول ايه؟ النهارده دول العالم كلها بتشتكي من الغاز. النهارده المانيا بتقفل مصانع سيارات عشان الغاز، اوروبا كلها النهارده ما عندهمش الغاز الكافي لانتاجيه كامله. فالنهارده هم بيتوسعوا وبيحاولوا ينزلوا الدول اللي فيها غاز. طبعا النهارده عندنا الغاز الحمد لله متوفر، وعندنا المساحات الاراضي، وعندنا الاستثمار على احسن وجه، وعندنا كل السبل المتاحه. ليه ما نجريش ورا الناس دي نقول لهم تعالوا صنعوا عندنا، تعالوا شيل لهم، يعني ازاله جميع القيود للشركات العالميه اللي هتيجي تخش مصر، انها تيجي تصنع في مصر. ده احنا نستفيد منه ايه؟ 10% عماله اجنبيه جايه معاهم، والباقي من عندنا، يبقى شغلنا، يبقى ادرنا الموضوع. فالنهارده لازم يكون في اتفاقيات ما بيننا وما بين دول العالم كله للتشغيل، ان النهارده عندنا امتيازات الغاز وهم ما عندهمش، يشتروا من روسيا، وروسيا زي ما انت عارف حضرتك الموقف بتاعها. فبالتالي المانيا النهارده فين صناعه السيارات؟ فين صناعه السيارات في اوروبا؟ النهارده السيارات ما حدش عارف يجيبها. طب النهارده زي ما قال الدكتور عادل، ليه ما نصنعش بكامل طاقتنا؟ يعني ليه ما نخش يكون المنتج المحلي او المكون المحلي، يعني هذه الدول وشركاتها وتحالفاتها هتبدا تنتقل الى اللي فاتح مجال. عاوزين بقى احنا هنا ايه؟
وزير الاستثمار، وزير العمل، الناس دي تجري تجيب الناس دي، مش احنا اللي نستناهم يجوا لنا، لان هم النهارده في ضيق، فالنهارده انا اجيبهم احسن ما هم هيدوروا عليا مش هيلاقوني، هيكون غيري سبق واروح لهم. فبالتالي احنا عاوزين دوله استثماريه زي ما هي ماشيه كده بخطوه ثابته في الاستثمار، ونعمل رخصه ذهبيه وبنعمل وبنعمل وبنعمل، عاوزين الناس تيجي نفتح لها القيود شويه، نشيل الحوافز، يعني نديهم حوافز. النهارده الاجنبي لما بيجي بيعمل مصنع بياخد 5 سنوات اقامه، خليهم 10. المشكله ما هو صعب مصنع، ولو اغلق المصنع ومشي الغي الاقامه، يعني ما اقعدش عاوز اجدده كل سنه وعاوز لا ليه؟ ده مستثمر عاوز يعني يزود ضعف حجم الامتيازات، ودي ايجابيه في الموضوع، هترتاح جدا وهتجيب حاجات ما شفتهاش في حياتك قبل كده. طب دكتور عادل، هو بالفعل وثيقه ملكيه الدوله تم تطبيقها تماما، وفكره برنامج الطروحات الطموح اللي بنقول عليها هو بتتبناه الدوله بالفعل، والشراكه بتتبناها وفق ما صدر وجاء في الوثيقه اللي هي وثيقه الملكيه. مزبوط. تقييم حضرتك لهذه الوثيقه وما استطاعت تحقيقه الى الان، سواء على المستوى المحلي او الاجنبي على طبعا سوائل. يعني الوثيقه فيها مصداقيه وفيها قرارات هامه جدا، انها ان شاء الله تؤدي الى الهدف المرجو منها. انما لا شك ان هناك معضله كبيره جدا، هو وجود سعرين للدولار في السوق المصري. ده بيعوق عمليه الاستثمار، لان المستثمر بيكون في حيره وبيكون في خلاف مع الحكومه في عمليه الترويج ما بين التسعير، هل هو هيتعامل على السعر الرسمي اللي هو حوالي 31 جنيه او سعر السوق السوداء ايا كان، وهي فروق كبيره جدا بتؤدي الى، اذا كان الخلاف مثلا ممكن تكون، لان طبيعي الشركات في مصر بتقيم بالجنيه المصري وبيعاد تقييمها تاني بالدولار لان المستثمر هيدفع بالدولار، هيكون النسبه كبيره، فرق كبير. حاسبني على ايه؟ على ايه في الاثنين؟ حاسبها انه مثلا واخرج ازاي؟ هيضخ مليار دولار، واذا حسبناه على السعر الرسمي مثلا هيبقى لا ده التقييم مليار 400 مليار 500، فروق كبيره جدا لا يمكن التغاضي عنها. دي انا شايف من اهم المعوقات ومن اهم الحاجات اللي لابد ان الحكومه مع البنك المركزي تعمل على وجود سعر موحد او قريب بالنسبه لسعر الدولار ايا كان، لان هو ده اللي هيفتح باب الاستثمار، هو ده اللي هيفتح الباب لتنفيذ وثيقه ملكيه الدوله بشكل يرضى عنه الجميع وتكون مؤثره في الاقتصاد المصري. طيب باشمهندس، الدكتور عادل اثار نقطه مهمه جدا، هي مساله الدولار عشان معامله المستثمر الاجنبي. طيب الى هذا التوقيت ولحين الفصل في مساله تقييم سعر الجنيه بالدولار، كيف ترى استجابه العنصر الاجنبي او المستثمر الاجنبي لاطروحات او فكره توسيع قاعده الملكيه والاستراتيجيه اللي بتتبناها الحكومه في هذا الاطار؟ هل هناك استجابه بالفعل، ام ان منتظر استجابه مضاعفه عن حجم ما تم؟ هو الاستجابه النهارده بالنسبه لاستراتيجيه الدولار ضعيفه. ليه؟ لان النهارده انا بجيب لك الدولار، انا بنزل اشتري عندك بتقسيه مثلا بمبلغ، هو في البنك بمبلغ، طب انا مين اللي هيشيل الفرق ده؟ فعشان كده المستثمر الاجنبي متخوف يخش، هيجي النهارده هيشتغل على البنك ولا على السوق السوداء؟ طب البنك موفر اشتغل، طب السوق السوداء اللي متوفره يبقى مش هقدر اشتغل. طب انا النهارده هشتري عندك، هجيب يعني لو رجعنا للوثيقه، الوثيقه بتفتح 70 75 لا 70 صناعه في المئة لا 70 صناعه غير 70 صناعه 70 صناعه غير النسب من والوثيقه دي بتدي او الانتاج الاوروبي لما يجي نعمل ايه؟ اولا زياده الانتاج، تحسين الصناعه، تحسين الانتاج، زياده الرواتب، تشغيل عماله، كل ده هيفيدك في الوثيقه. لكن النهارده الدولار لازم يبقى له ثبات عشان اللي جاي من بره، احنا بنكلم كذا حد وكذا حد بيكلمنا، قلت طب هشتغل على انه فيهم؟ أي سعر؟ أي سعر؟ طب أنا لو اشتريت على السعر، طب تبيع لي على سعر البنك؟ أقول له لا ما أقدرش. طب تبيع لي على سعر السوق الخارجي؟ طب السوق الخارجي مش هيبقى أنا الجنيه اللي جبته عندك قل، فمش هو طب أنا أخرجه من البنك؟ مش هخرجه، هخرجه بأقل. ما هو لما يجي يخرجه مش هيخرجه. يعني أنت شايف حضرتك إن دي نقطة معوقة؟ أكيد طبعًا. أكيد طبعًا. لكن لم في حالة يعني التغلب على هذا التحدي، إحنا كده نبقى بنتكلم في انفتاح ل حاله الاستثمارات الاجنبيه بشكل اكبر، البنك المركزي والاطروحات الجديده والرئاسه الجديده، ان يكون في حل لهذا الموضوع. لازم هو احنا كسوق مصري نفسنا تعبانين، احنا النهارده السوق المصري انا بستورد بالدولار اللي هو البنكي، انا ببعت الفلوس في البنك، البنك بيقول لي مش هبعت لك دولار ما بقدرش، فبالتالي انا وقفت. طب الدولار مش موجود، طب السوق يعني مش يعني هي تحدي يعتبر تحدي كبير جدا، لازم يبقى الحل يا ابيض يا اسود.
طيب دكتور عادل، انخراط الدولة، تقييم حضرتك لفكرة انخراط الدولة في برنامج الطروحات، كيف ترى تأثيره؟ والله هو شيء، أنا شايف هو شيء مهم جدا، إكمال برنامج الطروحات، استكمال البرنامج اللي هو وثيقة ملكية الدولة. أنا شايف أن القطاع الخاص هو القادر على القيام بنهضة للاقتصاد المصري في الوقت الحالي، لأن ما بذلته الدولة وما تكبدته الدولة من أموال في البنية التحتية ده تجهيز، والتاريخ بيقول كده في معظم دول العالم أن النهضة الاقتصادية بتبدأ ببنية تحتية قوية قادرة على استيعاب الاستثمارات. ده تم في مصر في الوقت الحالي، يبقى فقط النقاط اللي قلنا اللي بتقف ما بين انطلاق الاقتصاد القطاع الخاص في الاستثمار، طبعا مع وجود ما زال وجود بعض البيروقراطيه في الجهات الحكوميه وكده، القوانين طبعا لابد وفي تطبيقها كمان لابد من تسهيل ده، يكون في يسر في الاجراءات وفي القوانين، عشان المستثمر اما يجي يعمل دراسه جدوى يكون عارف ما له وما عليه تماما، ما يكونش في حاجه جديده تظهر له تؤثر في قراراته الاستثماريه. فاذا البرنامج الحكومي انا بايده بشكل كبير جدا. بعض الناس لابد ان نغفل السمع عن بعض الناس اللي بتتلاعب بمشاعر البسطاء، بيبيع البلد، بيبيع التاريخ، لدرجه ان يعني سلسله محلات تجاريه عمرها 100 سنه اسماها البعض انه تاريخ وبنبيع التاريخ، واكتشفنا بعد كده انها مصالح خاصة. يعني وياريت نعرف مصير هذه، يعني هو طبعا هي حاجة يعني مصير عمر فندي حاليا. ايه اللي تم فيه؟ ايه اللي استفدنا بعد ما عمر فندي رجع ملكيته للدولة؟ انا واثق ان في استنزاف للموارد، في صرف مرتبات، في 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 حاجة استنزاف، فكان لابد الافضل تخصيص مثل هذا و يعني نغفل السمع أو قطاع خاص أو قطاع في بعض المشاريع البيع، نغفل السمع زي ما قلت حضرتك عن المتاجرة بأن ده تاريخ دولة زي مصر عمرها 7000 سنة، بنتكلم في سلسلة محلات عمرها 100 سنة، أن ده تاريخ لمصر حتى شيء غير مقبول. طيب هرجع لبشمهندس عبد الله. بشمهندس، إلى حد كبير الدول اللي بتقوم باستثمار في الخارج، الدول الأجنبية على وجه التحديد، بتحاول تحتفظ بما يسمى بالكيفية، بالنوهاو، للنقاط اللي هي متقدمة فيها تقنيا وتكنولوجيا. هل شايف حضرتك مسألة توسيع قاعدة الملكية ده مع المستثمر الأجنبي وعمل شراكات مع المستثمر الأجنبي قد يجبر المستثمر الأجنبي لاستغلال فرص الاستثمار في مصر، ومن ثم نقل هذه التكنولوجيا، ولا برضه هتكون في حاله من التحفظ وشايفها تكون لازم تكون عمليه بالاشتراط؟ يعني هو حضرتك زي ما انت قلت كده، احنا قلنا ايه؟ نشيل كل القيود ونديهم حوافز هيجوا كلهم. طب انا النهارده ايه المانع ان هو الشراكه الاجنبيه والاوروبيه انها تشتغل بالنو هاو اللي عندي؟ ما عندي وموجود، ولو جابت النو هاو بتاعها تشتغل. التحديث والتقنيه عنده هو. يجي بالتحديث والتقنيه ويتلاقي عندنا هنا ناس تستقبل الكلام ده وتوسع معاهم، لان ده احنا قلنا ايه؟ ده من اهم النقط اللي احنا قلنا عليها حاليا دلوقتي وانا بتكلم مع حضرتك. هتزود الانتاجيه، هتحدث المصانع بتاعتنا، هتشتغل على زياده مرتبات العماله، يعني هتبقى فرص عمل اكتر. طب ما احنا عايزين كده، طب ما هي الدوله بتدور على كده النهارده، التصدير طبعا نرجع بقى الأسواق. التصدير دي مهمه جدا. انا النهارده المصنع المصري او المصنع اللي هيجي ده، هل برضه هعامله في التصدير والاستيراد اقول له انت هتصدر بكام عشان استورد لك بكام؟ ما ينفعش، لازم الدوله تكون مديها مساحه للمستورد اللي هو ما بيصدرش. انا النهارده بشتغل على منتج محلي، ببيع محلي، ما ببيعش خارجي. ولا يا دوبك السوق المحلي مش مكفي، انا بحاول اكفيه. طب انا بس بستورد ماتيريا معين او نوع او مكملات معينه من بره، اجي استوردها ما ينفعش استوردها. ليه؟ لان ما عنديش نسبه تصدير تساوي نسبه الاستيراد. طب انا بضطر استوردها عن طريق حد مستورد بيغلي عليا السعر عشان هو اللي بيستورد عشان هيدفع اكتر. انا عندي بالنسبه للمصانع كسجل صناعي وكلام من ده باخد اعفاء. طب انا ما باخدش الاعفاء عن طريق المستورد الثاني، فبالتالي المنتج بيزيد على المستهلك. طب ليه النهارده ما بفتحش؟ يعني انت حضرتك عايز تيسيرات سواء كنت مصدر او بتغطي السوق المحلي. وادرس، خلي حد في الجمارك
يدرس يقول المنتج ده فعلا مش موجود والراجل ده مش ممكن يصدر خارجي، المنتج بتاعه ما بيصدرش، بس هو فعلا عنده حاجه الوحيده اللي ممكن يستوردها دي. مش شرط استورد كل حاجه، اديني البند او المكمل اللي انا عاوزه في المنتج بتاعي. انا النهارده مثلا بنتكلم في صناعه البن مثلا، انا بصنع بن، كنا بنتكلم في الموضوع ده يا دكتور عادل، بصنع بن في مصر. طب انا بجيب الخامه منين؟ من خارج، من قريب من افريقيا. ما بنزرعش بن. طب انا هبيعه فين؟ هبيعه تاني هناك؟ هم مش محتاجينه هناك، لازم ابيعه هنا. طب انا هجيب هصدر ازاي بن وانا البن بتاعي ما بتصدرش؟ انا عندي كل حته فيها، فبالتالي لازم يسمح لي ان استورد على ده انا جايبه للسوق المحلي. انا جايبه للسوق المحلي. استورد على الاوراق بتاعتي انا عشان تبقى الحاجه تخش باسمي وحاسبني انا الحاجه دي راحت فين. لو انا بعتها لغيري حاسبني، خد مني ال 14%، ما بعتهاش لغيري سيبني اشتغل وادي منتج محلي كويس وادي سعر كويس للبلد. ده اللي طبعا دكتور عادل شايف ان برنامج الطروحات واستمراره والتوسع فيه وتوسيع قاعده الملكيه عن طريق هذا البرنامج تحديدا له قدره على نقل تقنيات حديثه، ولا هي مجرد هتبقى عمليه امتلاك واستثمار وتداول لكن بدون احداث تطوير نوعي للشركات المطروحه؟ بدون احداث تطوير يا فندم هنبقى بنرحل المشكله. انما زي ما ذكرت حضرتك موضوع التقنيه والتحديث وتوطين التكنولوجيا لابد ان يكون من اشتراطات هذه الطروحات او الاستثمار عامه في مصر. لابد من الاشتراطات سواء محلي او اجنبي، سواء محلي قطاع خاص يعني محلي طبعا أو تمام. لابد عشان يستمر هذا التطور. طبعا مش هنقول كده ونسكت، لابد في الجانب الاخر عشان المستثمر يقبل بهذا لابد من تقديم حوافز واغراءات للمستثمر عشان ده يتم. انما النظره بعيده المدى، اذا طبقنا هذا النظره بعيده المدى هتكون النتيجه ايجابيه جدا للاقتصاد المصري. تاني يمكن قلتها مع حضرتك قبل كده في برنامج، موضوع اني كويس جدا ان موضوع في اخر حديث للسيد وزير الماليه ان الضرائب قيمتها وحصيلتها زادت بشكل كبير جدا، انما في بعض الاحيان انا ممكن اضحي بشيء من هذه الحصيله الضريبيه لان على المدى المتوسط والطويل هيكون في عائدات للدوله اكبر من هذه الحصيله بشكل كبير جدا. طيب هرجع اسال يا باشمهندس، تاثير التكنولوجيا والتقنيات دي في حاله ما تتنقل تاثيرها بشكل عام او تاثير كلي على الاقتصاد شايفه هيكون ازاي؟ طبعا جيد جدا، امتياز. ليه؟ لان النهارده انت بتضحي العالم في التكنولوجيا خلاص. انت الحاجه اللي انت بتقول الله دي التكنولوجيا بتاعتها عاليه، انا جايبها من ايطاليا، انا جايبها من امريكا، هي بتتوافق مع المعايير الدوليه. بس احنا مش مطلوب اكتر من كده، اتوافق مع المعايير الدوليه واحدث الصناعات اللي عندي. انا عندي معدات يعني ممكن تتحدث باقل قليل وتبقى اجود حاجه، بس في المعده دي ارمي، حتى في حاجه نزلت احدث، مع ان المعده اللي عندي هي اللي ممكن تتحدث وتركب لها جهاز صغير كده او تحدث لها راس ماكينه او تحدث لها منطقه اي حاجه تبقى احدث من مكان متوقع. وبالتالي انا النهارده عاوز ابيع منتج خارجي، الفينش بتاعي ايه؟ مش متوافق مع المعايير الخارجيه ولا لا؟ دوله عالميه، معايير عالميه، طبعا. انا بنتج صح، انا بخش السوق زي بالظبط سلامه الغذاء في المواد الغذائيه، زي بالظبط الهزب، زي صناعات كتير قوي تبص لها النهارده اوروبا النهارده او اي حد. الشركات العالميه لما بتيجي مصنع عندنا بتخش المصنع الاول قبل ما تتعاقد، بتقول له انت السيفتي بتاعك ايه؟ انت الحياه بتاعتك ماشيه ازاي؟ انت شغال ازاي؟ انت بتنتج ازاي؟ قبل التعاقد وقبل اي حاجه بتلف في المصنع بالاجهزه بتاعتها كلها تشوف كل حاجه فيه عشان تبتدي تتعاقد معاك، عشان هي بتاخد منك منتج هتحطه في غساله او في ثلاجه هتصدر. فبالتالي هتصدره ازاي وانت اصلا واقع في مكانك؟ فبالتالي انا عندي ناس عملت شهادات على اعلى مستوى، صرفت يعني ملايين عشان تبقى على قد الجوده المطلوبه، والنهارده بقول له انت صرفت الملايين دي ليه؟ طب انت كده هتعود عليك؟ قال لي تعالى النهارده في اول سنه انا كنت بقيت بكسب قد المره قد قبل كده 10 مرات. بقول له صرفت ملايين؟ قال لي لا، ده الملايين دي جت في اول سنه. ملايين، لان الشركه اللي جت لي ما جاتليش تشتغل معايا ببلاش، او مش شغال مع حد معين بيديني اسعار على قد مشيني ومشيك، مفيش الكلام ده. انت بتشتغل مع شركه عالميه، فالشركه العالميه عاوزه مواصفات وبتديك سعر كويس. واحد ده تساوي اثنين دول بالظبط. طب ليه ما نبقاش كده كلنا؟ ليه؟ ليه نستنى لما حد يجي يحدثنا؟ ليه انا ما حدثت نفسي؟ طب انا ايه بقى المساعدات بتاعت الدوله زي ما قال وزاره الماليه؟ حافز بسيط. ده احنا سنه 90 خدنا 10%، خدنا 10 سنين اعفاء، مصر كلها بقت صناعه.
يعني من سنة 90 لسنة 2000 10 سنين اعفاء من الضرايب ما يمثلوش حاجة. والله ما يمثلوش حاجة، احنا ما بندفعش ضرايب. هي النظرة البعيدة زي الدكتور عدنان. بس ايه اللي حصل؟ كله اشتغل وبقت في كل حتة في مصانع. الدولة العميقة اشتغلت، كله اشتغل، المواد الصناعية على مستوى الدولة في كل حتة بقت في مصانع. النهاردة لما تيجي تقول لي وحد الضريبة يعني ما تقعدش تشغلني، عندك 12 اماكن بتحاسب معاهم تامينات وضرايب مش عارف ايه وطرق ومش عارف ايه، يعني حددني عشان ابقى عارف المستهلك عاوز مني ايه. تمام. واعرف احدد اطلع مبلغ اقول ده على المنتج ده هيوصل للمستهلك بكذا. طبعا انا وصلت للمستهلك ده خلاص انا ضمنت كده النتائج محزوق. غيري مش هيعمل احسن مني. مش حتى لو الصناعات الموازيه هتجيلك تخش لك عندك. ليه تخش عندك؟ لان انت خلاص انت قدمتها واديتها تسهيلات بسيطه، ادي الصناعه في مصر. احنا هاي محتاجين نتكلم في الموضوع ده كتير برضو تفصيلا على مسألة الطروحات وتأثيرها بعد ما بالفعل تمت شركات طرحها بالفعل، وايضا حصلت شراكات بالفعل زي ما بدأنا بالمثال اللي هو متعلق بالفنادق وما الى ذلك، وربما نشهد يعني شراكات اخرى في المرحلة القادمة، لكن هنفرد له اكيد حلقات في المرات القادمة. في النهاية بشكر ضيفية دكتور عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات. شكرا دكتور وشرفتنا، وكل عام وحضرتك بخير. وانت بخير يا فندم. وشكرا لحضورك باشمهندس عبد الله الغزالي عضو مجلس إدارة اتحاد صناعات مستثمرين المصريين. شرفتنا باشمهندس، كل عام وحضرتك بخير. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا محمد بيه. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقتنا هذا الأسبوع من برنامج أوراق اقتصادية. إلى اللقاء الأسبوع القادم، أوراق جديدة وملف جديد. دمتم في أمان الله.